انا وزوجي مقيمين بكندا، كنا اشترينا بيت عن طريق القرض الربوي ثم باعناه بشراء عقارات تجاريه بنفس الصيغه. في الحقيقه انا والحمد لله هداني ربنا عن معصيه الربا وتبت منها، طب الحمد لله. لكن زوجي عكس ذلك، عشت في صراع نفسي لمده سنين دون ان استطيع التغيير او حتى الخروج من القروض الربويه. حاولت مع زوجي لكن دون جدوى، وانا دايما اجدد توبتي الى الله وليس لي القدره على تغيير اي شيء بحكم الزوج هو اللي بايده القرارات العائليه والماليه. الوضع سبب خلاف المستمر عمري ومن الجهاد. طب انا وضعي ايه؟ جهاد مع نفسي وتضرع الى الله بالمغفره. اكتشفت انه على علاقه زنا. ده سؤالي، ده اللي يخصني. علاقه زنا مع النساء، وخصوصا واحده متجوزه وعندها اولاد، وهذا الامر متاكده منه 100% بالصوت والصور والرسائل. ما شاء الله، انا بقول لكم دلوقتي ما تعرفش تمشي، يعني بقول لك احنا مش هنعمل بصمه، بس صوت بصمه ايد على البتاع، لا ده بصمه عين وودن وايد وكل حاجه وصوت، لانه بيبقى نايم ساعات بتاخده هو نايم، تجيب ايده وتبصمه وكل حاجه كده يعني. هو يعترف، وهو اعترف لي بالزنا انه خلاص عنده مرض بعباره شهوه النساء، وهو ايضا اعترف لي. حاولت مساعدته وقبلت بالتعدد كما شاء، لكنه رافض فكره التعدد اقلاقا، يعني هو عايز يعمل زنا حرام مش عايز يعدد. يعني انت كمان وافقتي؟ والله انت زوجه تشكري صراحه. فتره تباعد، انا حيره ماذا افعل، لدينا 3 اولاد، هو عايزني الان اقبل بالزنا. لا تقبلي بالزنا، بالله عليك ادعي لي. حاضر، وتكون حاضر ماشي. بصي، لا تقبلي بالزنا ولا تقبلي بالربا، ماشي ازاي؟ لا ده ولا ده. انا اعرف ناس بعد ما بحكم طبعا ان هم ده الامور الماشيه بره في دول بره الدول، يعني ان هم بياخدوا قرض وبيبتدوا يسدوا فيه والكلام ده. لا اعرف ناس تابوا الى الله وخدوا النسبه اللي هم الربويه وبقوا يطلعوها، بيقول لك ده بيننا وما بين ربنا خلاص احنا هنطلعها، وكاننا تخلصنا من ايه؟ من الربا ده. انا ما اعرفش يعني الامر، يعني الفتوى الامر فيها ممكن ابقى اسالكم نجاوب عليها مره ثانيه بحيث نجيب نص الفتوى. لكن يا جماعة، أو ترجعوا الشيخ لبرنامج الشيخ سامح الجبة، بيتعرض هنا على قناة وطن وتعرضوا عليه السؤال. لكن خليني أقولك على النقطة تانية، لا تقبلي بالزنا ولا تقبلي بالربا واستنكري وقولي يا رب هذا منكر لا يرضيك. يعني انت رافض، انا قلت لك اتجوز، يعني انت مش عايز تتجوز وعايز تزني، ما ده برضه كارثه برضه يا جماعه، ما دي برضه كارثه من الكوارث. النقطه الثانيه اللي انا عايزاكم تخلوا بالكم منها، هو انا في طاعه لزوجي في موضوع المعصيه؟ ابدا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، طالما هو يناقض شرع ويناقض قال الله قال رسول الله. السلام عليكم، الف سلامه يا زوجي. الف سلامه، ولا يلزمني القصه دي خالص، ولا يلزمني اللي انت بتقوله ده تمام. ليه؟ لان معلش يعني يا جماعه، كل نفس بما كسبت رهينة، ويوم القيامة هنبقى ايه يوم القيامة؟ ها؟ فرادة، كل واحد لوحده، لا 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 زوج، كل واحد يفر المرء من ابيه وامه واخوه صاحبته وبنيه، لها كل امرئ يومئذ شأن يغنيه، كل واحد لوحده ويوم القيامة محدش هيغني عنه. فانا نفسي تفضلي وتحاولي وتدعي وتقولي وده حرام وخد كذا وتزوج واعمل ومش عارفه ايه وانا معاك وانا كذا، بس ما تعملش يخش عليكي بالفقر يا بنتي. يمحق الله الربا، ده كارثه البيت ده، اقسم بالله انا خايفه عليكم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، محق خلاص، محق بركه وحاجات خلاص، اتمحت الامر ده. والامر الثاني، ها الامر الثاني، الزنا يشيل يسيب الفقر في قلب البيت، والله لو كنت ملياردير يشيل البركه ويشيل ويجيب الفقر في قلب البيت. ادعو الله سبحانه وتعالى يكون سمعني وزوجك يسمعني، وربنا يهديه، اللهم امين.